Super Cup. Yes, I will say in the first of my sentence, we came here to take this Super Cup. We are a very good team. We have a very good team. We show in the last period that we can play very nice football. And we coming here in the good mood. And I claim that we can make big things, that we can take this Super Cup. طيب بداية عايز نتعجب بوجود صحفيين مصريين. عادة بيبقى في صحفيين مترجمين خالص في الماتشات بتاعتنا أو قليل أو ساعات مش بيبقى فيه مؤتمرات صحفية، فهو سعيد بوجودكم معانا النهاردة. بالنسبة للماتش السوبر، هو إحنا جايين ناخد ماتش البطولة دي، إحنا فورمة كويسة يعني هنا الموسم السنة اللي فاتت بشكل كويس، فاحنا جايين نلعب على البطولة دي وده من مصيرنا ان شاء الله. كابتن احمد،